تشاهدون الآن. أكيد البطولة اللي بتنظموها السنة دي مختلفة عن أي بطولة تانية، وفي مكان ولا أروع من كده. دي تالت بطولة دولية ننظمها، نظمنا اتنين قبل كده في العاصمة الإدارية، ودي التالتة هنا في مدينة العالمين. How do you like the place of the tournament and the Alamein overall? It's incredible. It's like the Maldives over there. لفت انتباهنا كمان واحنا في مدينة العالمين الجديدة حجم المجهود الكبير في شكل التجهيز لبطولة البادل الدولية واللي بتنظمها شركة جي بادل في مهرجان العالم عالمين بمشاركة 15 دولة وأكثر من 100 لاعب بجنسيات مختلفة وبيرعى أهم الكيانات الاقتصادية والوطنية زي الشركة المصرية للاتصالات، البريد المصري، شركة سيتي إيدج، وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري. وده اللي عرفناه من السيد إسماعيل صديق الرئيس التنفيذي لشركة جي بادل. اولا بنحب نهنيك على التنظيم الهايل اللي انتوا عملتوه لبطوله البادل والتيمز الكبيره اللي انتوا جبتوها من كل حته في العالم. احكي لنا اكتر عن البطوله وادلنا الكواليس. احنا الحمد لله دي تالت بطوله دوليه ننظمها، نظمنا اتنين قبل كده في العاصمه الاداريه ودي التالته هنا في مدينه العالمين. البطولة شارك فيها حوالي 100 لعيب من 15 دولة مختلفة، منهم البرتغال وأسبانيا وإنجلترا وكمان دول عربية زي قطر والبحرين، وكمان كان في مشاركة مصرية قوية جدا. الكواليس ان احنا اخترنا المكان على الشاطئ بالظبط، اللعيبة بتلعب قدامها الشاطئ وراها، مفيش منظر في الدنيا احلى من كده. كنت لسه هقولك اللعيبة مش مصدقة نفسها لما جم، ما كانوش متخيلين، يعني عارفين ان هم رايحين مدينة ساحلية بس مدينة مش شرط تكون شايفة البحر او كده، هم ما كانوش متوقعين. وانا كان البطولة يكون على البحر بالظبط، يعني تقريبا كأننا في قلب المية. هو لو حب يعني عرق شوية ممكن يروح يغسل وشه من هناك، يغسل وشه ويرجع عادي. والتجهيزات أخدت معاكوا وقت قد إيه تقريبا؟ إحنا يعني تقريبا في خلال 4 أيام عملنا المكان ده كله. كل التجهيزات دي عملتوها في 4 أيام بس؟ كان المكان ده رملة، ما بين بقى ما ردمنا وعملنا الخرسانات وركبنا الملاعب وكل التجهيزات وكل الإعلانات وكل قعدات الناس، واللعيبة برضو ليهم حاجات متخصصة زي يقعدوا فين ويتغطوا ازاي والمية والشرب والأكل وكل حاجة متزبطة. طبعا ضغط رهيب ان احنا نزبط المكان في الوقت واللعيبة جاية، واحنا كمان ضمن البطولة ان احنا اللعيبة دي تحت رعايتنا من ساعة ما ينزلوا من المطار لغاية ما يجوا يلعبوا ويناموا ويصحوا ويرجعوا المطار تاني يرجعوا بلدهم، هم تحت رعايتنا. فما بين ان احنا بنظبط لهم كل التوصيلات سواء جاي من برج العرب او من القاهرة. لوجيستكس كبيرة جدا. طبعا لوجيستكس كبيرة قوي، جاي من القاهرة او اسكندرية ويجي ولعب وبعدين وكل الاحتياجات من الاوتيل ويجي هنا الفندق ويرجع، فاحنا كل ده تحت رعايتنا. طبعا ان احنا برضو نجهز المكان في الوقت كان يعني في سرعة قياسية تقريبا، بس الحمد لله المكان طلع حلو قوي والناس مبسوطة جدا وجالنا مشاهدة عالية والناس كانت مبسوطة قوي بالمكان. البطولة كانوا بطولتين، بطولة سيدات وبطولة رجال. كم عدد الفرق في كل بطولة؟ وادينا فكرة عن الفرق اللي فازت. كان عندنا حوالي 30 فرقة رجال و20 فرقة سيدات من دول كتير جدا، منهم مصريين كمان. من أبرز اللقطات في البطولة دي إن إحنا وصل لعيب مصري نص النهائي في بطولة الرجالة، وفريقين يعني 4 بنات مصريين وصلوا نص النهائي في بطولة السيدات، وده إنجاز خطير ومش بنشوفه كتير. لكن الفرقة اللي كسبت في السيدات والفرقة اللي كسبت في الرجال جنسياتهم إيه؟ الفرقة اللي كسبت في السيدات كانوا واحدة من إنجلترا وواحدة من هولندا، والفريق اللي خد مركز تاني واحدة من البرتغال واحدة من فرنسا. أما في بطولة الرجال فاز بيها الفريق الأسباني خافيير لوبيز وسيرجيو إيكاردو، والمركز الثاني كان محمد سعدون الكواري من قطر وخوزيه خيمينيز من أسبانيا. الماتش الفاينال كان فيه 3 من أسبانيا بالظبط، هي واضح ان هم متميزين جدا في دي حقيقة. هم اكتر بلد انتشارا واكتر بلد احترافا في اللعبة دي، هم كسبوا كأس العالم كمان السنة اللي فاتت. اكيد البطولة اللي بتنظموها السنة دي مختلفة عن اي بطولة تانية، المكان مختلف وفعلا بيوجه رسالة قوية بقوة الانشاءات اللي تمت في مصر في وقت قياسي وفي مكان ولا اروع من كده، وكمان رعاية شركات مصرية على راسهم البنك الاهلي المصري. احكي لي عن الدعم اللي لقيتوه من الدولة ومن الشركات.
طبعا المكان ما شفناهوش قبل كده ولا احنا ولا اللعيبه. المدينه فيها تجهيزات متقدمه جدا والممشى مليان ناس، بالذات في اخر الاسبوع كان في ناس كتير موجوده في الممشى وبتيجي تتفرج على البطوله وبيسالوا على الفعاليات في المهرجان كله كمان مش بس بطوله البادل. طبعا رعايات البنوك والشركات والدوله مهمه جدا لانه ده من اساس الرياضه. الرياضه حاجه مهمه قوي في اي بلد، وبالذات رياضه زي دي لسه ناشئه وجديده وبتكبر بسرعة رهيبة في مصر وعالميا، بتحتاج الدعم ده، بتحتاج الدعم من الدول، بتحتاج الدعم من الاتحادات، وبتحتاج الدعم من الشركات طبعا والبنوك. طبعا بنشكر كل جهة من دول على دعمهم، لأنه من غيرهم البطولة دي ما كانتش حصلت. وكمان البطولة دي أهميتها مش بس نشر اللعبة، كمان احنا دلوقتي بقى عندنا منتخب مصري ولعيبة مصرية كتير قوي حابين ان هم يشاركوا في اللعبة ويشاركوا في بطولات محلية ودولية. عايزين نعرف منك البطولة الجاية هتنظموها امتى وفين؟ احنا الحمد لله بعد تنظيمنا لبطولتين دوليتين في العاصمة الإدارية اتحطينا على الجدول الرسمي بتاع الاتحاد الدولي، ودي بتبقى بطولة في شهر 5 او اخر شهر 5 اول 6 في العاصمة الإدارية. فدي اكيد ان شاء الله في بطولة في الوقت ده السنة اللي جاية، واكيد في بطولات ممكن تظهر جديد، واكيد ان شاء الله البطولة دي تتعاد تاني الصيف الجاي. قابلنا كمان روزالي فاندر هوك من هولندا وتيا نورتون من بريطانيا، ودول اتنين من المتسابقين اللي بيشاركوا لأول مرة في بطولة البادل الدولية اللي بتنظمها شركة جاي بادل في مهرجان العالم عالمين، وقدروا كمان يفوزوا بالبطولة. تعالوا نعرف تفاصيل مشاركتهم في أكبر مهرجان ترفيهي في مدينة العالمين الجديدة. Hello, thank you for being with us in الجدعان Real Estate. Congratulations on winning the tournament. I'd like to know more about your journey from the start till you won the tournament. How many teams were in the tournament? How many games have you played? I mean, there was 14 teams and we have played 3 matches. Yesterday we played our first match and today we played 2 matches. Yeah, I mean, every match we got better and we tried our best with these tough windy conditions, but we're happy to get the title. You are a team from 2 different countries. How did you met and how long have you been playing together? Yeah, so we met, we knew each other through like European and World Championships. We'd never really communicated before. And Rosalie dropped me a text message to see if we wanted to start doing some tournaments together. And here we are in Egypt. This is our first tournament. And yeah, we've managed to take the victory this as well. This is your first tournament together and you managed to win it. Yeah, okay. We did. But how many tournaments have you won before? Well, I'm actually still a professional tennis player. I'm going to change to padel hopefully in 3 weeks officially. Yeah, this is only my 4th tournament, so I'm really happy to your take the time. Your 4th tournament and your first win. Yes. What about you? Yeah, so I won the FIP in London last year, which we're actually competing in next week as well. So yeah, that was my first pro title, and then I competed in the Pro Paddle League, which they created in the United States. So I was out there competing for 5 weeks, and I won with my team Las Vegas Smash. So yeah, this is only my officially second pro title. Yeah. Yes. And the next tournament in London, will you be playing together as well? We will be, yes. So yes. This was a good warm-up. Yes. Yeah. Lucky team. Yes. Let's hope so. We wish you the best of luck. How do you like the place of the tournament and Alamein overall? I mean, we haven't really had time to visit everything, but I mean, it looks like they're building an amazing city and the views are amazing. So I'm sure if we come back in 2 years, then it will be beautiful here and we'll have a great holiday maybe. Yeah. Wonderful view, right? Yes. It's incredible. It's like the Maldives over there. Yeah. But yeah. Yeah, I mean, and better water than the Maldives, by the way. Is it? Yes. Well, we're going to try it. Yeah, we're going to try it. Yes. Have you faced problems with the weather and the wind? Yeah, I think everyone was in the same position. The wind was definitely a factor that we all had to get used to. I don't think we did fully get used to it, but we weren't able to play our particular games of paddle. We had to adapt to the conditions. And yeah, I think we did that really well. And obviously, we're very pleased to take the win. Do you know how many years have this city been built? I think if I did my research right, 2017 maybe? Yes, the city was launched from only 5 years. Yes. Yeah, you did it right. Yes, let's go. Yes. Good research. And they did all that. Yeah, I mean, it looks beautiful so far and I'm sure it's going to be even more beautiful. We'll come back. We'll come back. Yes, we would love to have you back here in Egypt and in Alamein. Yes, we will. We will do. We want to see what it looks like in a few years' time.
Yes, it would be much better, inshallah. Yeah. Thank you. Thank you for being with us and congratulations once more. Thank you so much. نجاح بطولة البادل الدولية اللي بتنظمها شركة جي بادل في مهرجان العالم عالمين هي امتداد مشرف لنجاح سلسلة من الفعاليات الدولية في أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط بتستضيفه مصر، مش بس في الألعاب الرياضية، كمان في المهرجانات الغنى والفنون الشعبية وسباقات السيارات والتجديف وعروض الأزياء والموضة ونجوم من جميع أنحاء العالم ضيوف أهلا بيهم على أرض مصر.